وكان الأشرار لا يتمكنون من إظهار شرهم بحرية. فلما جاء آخر دولة بني العباس جاء المأمون العباسي ابن هارون الرشيد الذي خرج على أخيه الأمين وقتله وحاز السلطة، وكان رجلا قويا وذكيا أيضا وعالما، ولكن داخله أهل الضلال واتخذ منهم بطانة، صاروا من حوله كابن أبي دؤاد بشر المريسي، فاستمالوه إلى ضلالهم وعقيدتهم، فتأثر بهم وزينوا له ترجمة الكتب الأجنبية، وأنشأ دارا للترجمة سموها دار الحكمة، وهي دار النقمة، فترجموا الكتب الرومية وبما فيها من ضلال وما فيها من شر. فجاءت العقائد الضالة من هذا الطريق، لما ترجمت كما ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لما ترجمت الكتب الرومية زاد الشر.